كلماتك الحان عمرو مصطفى، توزيع طارق مدكور. طارق مدكور بعد رجوع مع حمائي مره تانية، وقبليها بقى في شويه حاجات تانية كتير كده، يمكن برضو قبليها بشويتين كده شيرين. عندك شيرين ومين اختار وفي ليله وعندك تامر عاشور انا راجع، وعندك تامر عاشور لو غالي عليك تعالى، وعندك تامر عاشور كمان بتاعت انطق بقى الحان عمرو مصطفى. حلو. اوكي، وعندك مين تاني؟ وعندك نادر نور. نادر نور من كتر الشغل تعب نفسك ليه؟ تعب نفسك ليه؟ لسه مصورك كليب برضه مبارك لنادر نور لو مصورك كليب. طبعا مبروك حبيب قلبي نادر. طبعا حلو. دول اللي هم اخر حاجه، دول اللي هم الشويه اللي في الاخر. قبل الشويه اللي في الاخر بقى في حاجات كتير زمان قوي. بدايه من امتى؟ نرجع مثلا من امتى كده؟ من حبيت سنين طوال لنوال الزغبي. دي اول غنوه في حياتي نزلت اصلا سنه 2001، كانت حبيته سنين طوال، وكانت اللي هي الهيد بتاعت نوال الزغبي، طول عمري بحلم يا غالي، في نفس الالبوم. اي نفس، هي كانت اسم الالبوم. حلو. مع يعني طول عمري برضو من كلماتك وحبيت سنين طوال. دول البدايه مع النجمه نوال الزغبي والحان عمرو مصطفى. وطبعا كانوا توزيع حميد الشعبي. حلو جدا. طيب خلينا طالما وصلنا للمنطقه دي نرجع بقى شويتين قبل بدايه ان انت بتكتب كلمات. خالد بقى جوه طول عمره من هو صغير، يعني انا طول عمري وانا مثلا عندي 10 سنين بحب الاغاني. يعني بقعد اسمع اغاني، بقعد اكتب اغاني. تكتب على الاغاني اللي احنا متعودين نسمعها، تغير كلامها مثلا. انا في غنوه وانا عندي 10 سنين لفتت نظري قوي، بتاعت محمد منير. بتاعت شجر الليمون دبلان على ارضه. حلو. قلت لازم اكتب عليها كلام من عندنا. غيرته؟ غيرت الكلام؟ طبعا. رحت كاتب لو ايه يكون انا قلبي هي عنده. فقلت لازم اكتب على نفس الوزن ونفس القافيه بالظبط. حلو. ده وانا عندي 10 سنين. 10 سنين. اها. واللي حواليك كان استقبالهم للموضوع زي ده ايه؟ بيتريقوا ولا بيشجعوا؟ يعني كان فيه وفيه، في اللي بيتريق ويقول لي يا عم انت بتعمل ايه بس وبتاع، وفي اللي بيشجعني ويقول لي يلا وانت احسن وكده. فالحمد لله ربنا كرم بعد كده يعني. حلو. من 10 سنين وانت خلاص ابتديت تشد لفكره المزيكا. جالك فتره مثلا هو انا هكتب اغاني ولا هغني ولا هلحن، ولا جالك الفتره دي؟ لا، هو خد بالك يعني انا اصلا داخل شاعر غنائي، اوكي، لكن انا اصلا بحب المزيكا قوي، يعني انا بس بكتب عشان ابقى جنب المزيكا. اللي انا عارفه والاصحاب خالد تاج الدين اللي عارفينه دايما انه المطربين اللي بيشتغلوا معاه مش بس بيشتغلوا على الاغاني اللي هي من كلماتك، دايما بيسمعوك وياخدوا رايك في التوزيعات وفي الالحان وفي كل حاجه. طبعا بتبقى يعني موجود حتى في الكواليس في الاستوديو دايما معاهم علشان تقول لا ده دي هتنفع، ممكن تتوزع بشكل الفلاني، بيبقى ليك وجهه نظر في الحته دي. طبعا الحمد لله، يعني دي حاجه من عند ربنا طبعا. المزيكا بالذات دي حب جوايا من زمان جدا. انا بقول لك انا بس يعني دخلت الوسط الفني كده يعني شاعر عشان ابقى جنب المزيكا بس. كان نفسك تبقى في مجال تاني؟ كان يعني جالك فتره برضو هو لا انا لا المزيكا ممكن ما تمشيش معايا، ممكن ما انجحش فيها فتره يعني احباط حاجه كده؟ لا بصراحه انا يعني ما اتخيلش نفسي خالص بره المزيكا، ما اعرفش. ما تعرفش خالص. حلو. نكمل البدايه. بعد كده بدات ان انت تهتم اكتر وتكتب على كلمات اغاني، تغير في اغاني معروفه وناس تشجع وناس ما تشجعش، وناس تحبط وناس تقول لك طب تمام. الخطوه اللي بعدها كانت فين؟ الخطوه اللي بعدها اول يوم دراسه في الجامعه. حلو. انا قاعد في المدرج لسه اول يوم خالص، فمعايا كشكول الاغاني وجنبي بنت كده لسه متعرف عليها من ساعه طازه خالص. اوكي. بوريها الاغاني بقى. فاكر اسمها؟ لا خالص بصراحه. اوكي. انا بكتب اغاني وكده وهي عماله تشوف الاغاني بتاعتي وكده. المهم ايه، في كان في حد معدي. اوكي. بيغني. حلو. عارف انت لو كان معدي ساكت ما كنتش هعرف. خالص ماشي عمال يغني مع نفسه، فصوته حلو. فقلت له كابتن على فكره صوتك حلو جدا. قال لي بجد؟ ده انا بلحن كمان. قلت له اسمك ايه؟ قال لي عمرو مصطفى. اوكي. قلت له وانا خالد تاج الدين. حلو. فالمهم راح شاف الكشكول بتاعي وبعدين قال لي يلا حلها الاغنيه دي، وراح قاطع ورقه وجري وخدها. انا ما اعرفوش اصلا، ما شفتوش تاني. تمام. بعديها بشهر ماشي في الجامعه، اوكي، لقيت زحمه وفي حد بيغني في النص، والكلام ده انا بشبه عليك يا جماعه، الكلام ده بتاعي تقريبا حكت. فالمهم ايه، وسعت الناس وكده، دخلت لقيت عمرو مصطفى بيغني الاغنيه بتاعتي، كان اسمها بعد ما فات الاوان. وافترقنا من زمان جاي تاني تقول حبيبي بينا نرجع للي كان. ما نزلتش دي مع لا حد. لا خالص. لا خالص. ده هو كان انا ممكن ابيعها دلوقتي بقى، ممكن تبيعها تاني. لو حد عجبه الكلام احنا موجودين. احنا موجودين، ما فيش مشكله. حلو. بس وبعدين بدانا بعد كده بقى انا وعمرو، يعني الرحله بقى، يعني بدايتك خالص مع عمرو مصطفى ان انت بالصدفه البحته بدات خلاص تحضره لشغل ولا هو عمرو ساعتها؟ خد بالك برضو يعني ما كانش خالص. ما كانش موجود معاه خالص.
يعني هو اول حد اصلا عمرو يعني اشتغل معاه انا وانا اول حد اشتغلت مع عمرو. طب عايزين نعرف شويه كواليس عن الفتره دي. يعني انت وعمرو مصطفى دلوقتي من اهم الاسماء في صناعه الموسيقى ما شاء الله، مش بس في مصر، يمكن في الوطن العربي. واغاني من الحان عمرو ترجمت بره، واغاني كلماتك لفتت برضو النظر وترجمت وبقت موجوده في اكتر مخيت ميوزك اوورد مثلا زي يوم ورا يوم. خلينا بقى نعرف الفتره بتاعت الخناقات ما بين الاصحاب وهم بيبتدوا، الطموح كان شكله عامل ازاي، بعد شويه اتغير بقى عامل ازاي. انا هقول لك، هو عمرو طول عمره هايبر قوي حلو، وانا طول عمري هادي قوي، مش مصدقها بس ماشي يعني شويه. ايوه شويه، هي دي كانت مشكلتنا. حلو اوكي. عمرو يعني كل يوم احنا مثلا نروح الجامعه نقعد مثلا محاضره اتنين ويلا بينا. مين كان كسلان بيصحي مين؟ مين كان الحاجات دي؟ انا اللي كسلان على طول، هو اللي كان بيصحيني من النوم، هو اللي كان بيجي البيت، وهو اللي على طول. عمرو طول عمره كده. فطبعا يعني هي دي كانت الخلاف بينا، بس حلو. اللي هو يلا نروح، مش عارف عندنا ميعاد الساعه 5 فين، وعندنا ميعاد الساعه 10 فين، وانا عايز اروح اخرج مع اصحابي شويه، اروح مش عارف، عايز اقول لك عايز اذاكر شويه بتاع. مفيش مذاكره ولا الكلام ده، في حلم عايزين نحققه، وده اللي حصل. الدراسه كانت حقوق في الوقت، حقوق القاهره بس. وبعد كده الحمد لله، عارف انت لما تعرف على حد وبعدين ده مثلا يعرفك على حد تاني، فجت كده يعني. انت عمرو مصطفى في الوقت ده اتعرفتوا على مين؟ اتعرفنا من الباب اكتر. اتعرفنا على الله يرحمه عمرو منيب، ربنا يرحمه. ربنا يرحمه طبعا. ده اول فنان انت؟ خالص اول فنان. هو معرفنا على بعد كده على حميد الشعري. حميد الشعري عرفنا على نوال الزغبي. اوكي، فسمعت غنوه حبيته، انا كنت عاملها اسمها حبيتها، كانت حبيتها سنين طوال، ما كانت لحد اسمه منال تقريبا، حاجه شبه كده. كانت البنت اسمها منال، بس أيوة. ماليش دعوه بيها، كان طبعا عمرو مصطفى مره جليل دلوقتي، مالكش دعوه دلوقتي. حلو. فهي كانت حبيتها سنين طوال، وليها القلب مال، وحلمت كتير بعينها تبقى لي في يوم منال. تمام اوكي. فعمرو طبعا لحن الكلام طبعا، وبعدين كنا مره عند حميد الشعري، فطبعا جت نوال الزغبي، فقال لها والله دول الشباب عاملين لحن حلو قوي. اسمه اللقاء نفسه كان عامل ازاي ما بينك وبين نوال الزغبي؟ خد بالك، نوال الزغبي ساعتها طبعا يعني هي ستيل النجمه طبعا، سوبر ستار وقتها. سوبر ستار بس يعني هي ساعتها كانت يعني ما كانش في غيرها تقريبا. فطبعا هي كانت حاجه عظيمه يعني. هي كانت بتتكلم لبناني جدا، وانا مش فاهم بتقول لي ايه. انت بتقول ايه انت؟ فلما اقول لها قالت لي شو اعمل نفسي فاهم وخلاص. خالد تاج الدين هو اللي منورنا دلوقتي على الهواء في الصبح بالليل على الراديو 90 90. طبعا تامر الاول كان ملحن، طبعا كان ملحن شاطر جدا يعني، هو ستيل ملحن شاطر جدا طبعا. طبعا انا اتعرفت عليه زمان جدا برضو، بس مش فاكر سنه كام بصراحه، بس يعني بعديها بشويه. وكانت اول حاجه عملناها كانت لشاهيناز، عملنا لها 3 اغاني كانت ساعتها في روتانا. اوكي. وبعدين اول غنوه هو غناها ليا كانت بتاعت اسمها ايه، كانت دراما، مش كلمه احب، لا دي جديده، كانت الثانيه بتاعت ما بقاش ينفع ماضينا وتسال عليه من تاني، بقى كل واحد بس دي اتغنت مرتين. هو حلمي عبد الباقي احنا كنا عاملينها له اصلا، وحلمي صورها فيديو كليب وكل حاجه، وبعدين تامر ايه راح عارف يعني تعمل الحركه بتاعته دي مغنيه موجوده مرتين. فهي راحت مشهوره مع تامر قوي، نجحت هنا ونجحت هنا يعني. طبعا. حلو. بعد كده بدا التعاون في اكتر من حاجه، وفي الالبومات حتى اللي فاتت. بعد كده طبعا كان في غنوه انا كلمه احب. الغنوه دي ليها حكايه جامده جدا، هي اصلا عباره عن 15 كلمه. يعني هي كلها على بعض 15 كلمه. الاغنيه كلها فلما انا كنت بقبضها، محمد حسين مدير الانتاج بيقول لي فاهم انا ازاي. قلت له يا اخي هي الفكره خلصت هنا، عايز ايه مني؟ رسالتي خلصت، هات الفلوس. 15 كلمه. حلو الكلام. بس كده. وبعد كده طبعا الحمد لله يعني اللي هو الالبوم الاخير عملنا بقى انا راجع. الحمد لله دي يعني الحمد لله كانت صورت كليب كمان. كليب، والحمد لله كل الناس حبيتها جدا يعني. وكان لون جديد على تامر اللي هو يعني غني رومانس بالظبط، عارف انت الحاجات اللي هي هو تامر بيتميز دايما في الجزء الدراما، وما شاء الله بينجح معاه برده بشكل قوي وبيستمر. طبعا هو تامر على طول بيعيطنا كلنا يعني، بس الحمد لله يعني انا يعني الحمد لله حب شويه في الالبوم ده يعني. فانا راجع ولو غالي عليك برده، انت قلت لي في كان كواليس كده، كان في خناقه شويه يعني، خناقه كويسه، خناقه فنيه ما بينك وبين تامر عاشور. هو تامر عاشور قال لي خالد انا عندي تيمه هو اللي ملحنها. قلت له اوكي. قال لي بس انا عايز كلام ايه يعني بسيط شويه. انا لكن فيك ان انت بتقلدهم وهم بيتكلموا. يعني سايبك. قال لي انا عايز اغني كلام شويه ايه. قلت له انت عايز زي محمود عبد العزيز، كلمات رشيقه. كلمات تافهه. ايوه. لا طبعا مش كده، بس هو الموضوع ايه يعني، واسع عارف انت، عشان تامر بيغني في الحفلات برضو لازم يغني كلام شويه عارف انت كده، شويه يعني خفيف شويه. فطبعا كانت لو غالي عليك تعالى افكر فيك تعالى.
حلو. لسه شايف انه موضه الالبومات دلوقتي بقت اغنيتين مقسومه على اتنين هاوس على دراميه فكده الالبوم خلص، ولا شايف ان لازم نطلع بره الموضوع ده؟ والله انا شايف ان الغنوه تبقى حلوه بس يعني سواء بقى سلو سواء هيد سواء دراما اغنيه حلوه. وبعدين احنا عندنا مشكله، انا عندي الشباب كل شويه يعني بعتولي على عندي على الفيسبوك يقولوا لي عايزين اغاني دراما دراما. يا جماعه برضو المطرب ده لازم يعني يغني في حفلات ولازم ياكل عيش ولازم يغني في الافراح. افراح اكيد مش هروح اغني اغنيه دراما، ده مستحيل. هم كلهم عايزين اغاني دراما بس يغني انت اللي طلبتي تطلقي مثلا مثلا حاجه اسمها كده حاجه تحفه. فطبعا لازم مثلا يعني زي ما يكون في مثلا غنوه دراما زي مثلا قبل الوداع لازم يكون في غنوه زي طمني امتى تقرب مني. هم لازم يفهموا كده كويس. بس طالما وصلنا لطمني امتى تقرب مني وطالما وصلنا لقبل الوداع مثلا سالت عمرو دياب طبعا ده يعني قصه كبيره جدا. القصه بتعرف ازاي بقى مع عمرو دياب واول لقاء واعمال كتيره جدا. تعال نبتديها او تعال يعني خلينا نقول مجموعه كده من الاعمال اللي من كلماتك وغناء الهضبه عمرو دياب. اغنيه ياما، ليل نهاري، قصاد عيني، وماله، قلت ايه، او قبل الوداع على حسب انتوا بتسموها ايه، قدام عيونك، طمني، وفهمت عينيك، حلوه الايام، لفيتها بلاد، لفيتها بلاد، وفي اغنيه عودت قلبي، في عودت قلبي ما نزلتش، وفي يشهد الله على حبك، يشهد الله على حبك ما نزلتش، على حبك لا في حاجه كتير ما نزلتش على فكره. ومن وقت التاني كده من لا سنجلات برضو بتنزل من وقت في روح قلبي اللي هو غناها حماقي برضو وعمرو برضو غناها والاثنين نزلوها. حلو. وفي لسه حبايب كانت بتاعته مصطفى عمر غناها ونزلها. ايه دي ما نعرفهاش دي ما اتقالتش قبل كده دي اكسكلوسيف. بس انا غنيتها مع المسرح سنه 2003. لسه حبايب انت غنيتها مع عمرو دياب على الستيج؟ ايوه سنه 2003 في مارينا. حلو. هو بس قال هنقول احنا لسه حبايب، انا قلت يوه، قال لي لا اكتب احسن ما تغنيش. كانت ساعتها اوكي بس كانت ساعتها خلصانه الاغنيه، كانت خلصانه بس ما حصلش نصيب طبعا. فطبعا راحت لفنان برضو كبير مصطفى عمر، هنجيله كمان شويه برضو ليك يعني اعمال كتير. طيب خلينا بقى في عمرو دياب كده، اول لقاء بينك وبينه كان امتى؟ اول لقاء كان في التليفون، كان في تليفون البيت. في تليفون البيت عمرو مصطفى كلمني قال لي خد حد عايز يكلمك. حلو. المهم قلت له ايوه مين؟ لقيت واحد بيقول لي قبل الوداع قرب هنا، قرب تعالى ضمني، خليك شويه في حضني، حاول تفتكر. لا شاعر يعني. قلت له عمرو دياب. قال لي ايوه عمرو. قلت له طب انا جاي لكم حالا، انتوا فين؟ فروحت لهم الاستوديو وقعدنا وكده، والحمد لله كان اول لقاء يعني. هي سبب الاغنيه دي، هي سبب التعارف ما بينك وما بينه. دي كانت سنه كام في قلبه ايه؟ دي كانت اكتر واحد كانت سنه 2001. حلو. وكان ساعتها بعديها عملت يوم وريوم 2002 بس قبلها كان ما شاء الله كان يعني خلايا التاج الدين موجود اوريدي في السوق. يعني كان في نوال الزغبي وكان في وكان في فارس وكان في عامر منيب. كان في ناس كده برضو قبل الوقت ده. كنت انت بتسعى ان انت توصل له بشكل ما؟ كنت بتسعى ان انت تسمعه حاجتك، تعرف رايه في الاعمال اللي نزلت، ولا كان؟ انا طبعا عمرو طبعا خد بالك، اي شاعر واي ملحن في الوسط الفني حتى اللي بيشتموا فيه وحتى اللي بيقول لك مش عايزين نشتغل معاه، حلم حياتهم يشتغلوا مع عمرو دياب. اي حد عايز يبقى مهم يعني لازم يشتغل مع عمرو دياب. تفتكر ايه السر في التركيبه دي من وجهه نظرك؟ عشان هو سوبر ستار جدا يعني، هو ملوش حل. انت لما اشتغلت معاه وقعدت معاه في اوقات كتير جدا في تحضيراته للاغاني في الالبومات، ايه اللي انت بتشوفه في عمرو دياب يخليه ما شاء الله مستمر للوقت ده بنجاحات زي كده؟ عمرو بيتعب جدا على شغله، بيتعب جدا وبيهتم، عايز اقول يعني بيهتم بكل حاجه، الكلمه واللحن والتوزيع، خاصه المزيكا. اوكي. ساعات مثلا في ناس بتقول عمرو مش مهتم بالكلمات قوي، لا هو عمرو يعني خد بالك يعني لازم الكلمه تبقى على قد اللحن. يعني طمني امتى تقرب مني دي ما يعني ما ينفعش يعني تبقى حاجه غير كده، لازم تبقى يعني على قد اللحن. غير مثلا يعني غنوه سلو. حلو. زي مثلا اي حاجه سلو مثلا قبل الوداع قرب هنا، او مثلا قصاد عيني، الحاجات دي كلها ليها كلام تاني. ده قصه دي يعني دي فظيعه. جت معاك ازاي لو تفتكر ذكرياتك مع الغنوه دي؟ كانت لا دي انا كنت كاتبها لمراتي ايام كانت خطيبتي. تمام. لما سافرت. حلو. كتبته بينا معاد، لو احنا بعاد اكيد راجع، ولو بيني وبينه بلاد. هي كانت في السويس، ما كانش بلاد اصلا. ساعه بالعربيه توصل وترجع. الموضوع بقى كان ساعتها شجن بقى وكده. حلو. بس فالحمد لله يعني برضه غنوه دي نكت مع الناس قوي. كلام واتلحن ولا لحن واتكتب عليه يعني زي المعتاد؟ كل الاغاني اللي انا كتبتها لعمرو لحن واتكتب عليها، ما عدا اغنيه قبل الوداع دي كانت كلام بس. بس بعد كده قصاد عيني لحن، كل ده كل ده حتى ياما، وحتى لفيتها بلاد اخر واحده خالص دي برضه دي لحن بس. دي من الحان عمرو دياب؟
لفتها بلاد دي ألحان عمرو دياب. ألحان عمرو دياب. طيب بدأت الصداقة من هنا، ويعني احكي لنا أكتر على الجلسات العمل اللي بينك وبينه، بتبقى عاملة إزاي؟ فيها ضحك، فيها بتسمعوا أغاني جديدة، بيسمعك حاجات، يعني الموضوع بيبقى عامل إزاي؟ هو عمرو خد بالك متعب جدا في الشغل بتاعه. يعني عمرو مثلا أنا مرة كلمني الساعة 4 الفجر. أيوه. وأنا نايم في عز الشتاء. وانت بتعز الشتاء قوي. انا عارف، انا بحب الشتاء خالص. لا يا ربي، انا بحبش الصيف، بحب الشتاء. ايه ده اصلا؟ لا انا بكره، بس انا برديان برضه عادي. فالمهم لقيته كلمني 4 الفجر مره. اوكي. خالد، قلت له ايه الاخبار وبتاع، قال لي في لحن لازم تجيلي نكتب عليه حالا دلوقتي. قلت له حالا؟ ما ينفعش الصبح. قال لي حالا الوقت. قلت له طيب. فروحنا وكده وقعدنا نكتب عليه وكده، وبعدين خلصنا الساعه 10 الصبح. من الساعه 4 الفجر 10 الصبح خلصنا. روحت انا نمت. اوكي. وين صحيت كلمته قلت له ايه بس غنوت امبارح جامده؟ قال لي لا 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 لا، وحشه قوي. يا نهار ابيض، وحشه قوي، مش هنزلها. ف يعني شوف التعب بتاعه قد ايه. بعد كده لما يعني اشتغلتوا عليها فطلعت للنور، كانت لا لا خالص، ما مش موجوده في التاريخ خلاص. هو بيرمي حاجات اكتر ما بينزل كتير قوي. فاهم ازاي؟ عشان بيهتم ان هو يعمل احسن حاجه. حلو الكلام. طيب هنروح نسمع قصاد عيني الاغنيه اللي يعني يعني هي اراء يعني وجهه نظر المدير الفني. فانا وجهه المدير الفني. طب بالكلام على الكوره، كان يعني معانا دلوقتي امجد، وهو يعني في موضوع ما بين ميسي وقصه كده انا مش فاهم فيها اي حاجه، فهو عايز اسالك عليها. امجد صباح الفل. ما ينفعش. لو غنوا بقى يعني سريع وكده عادي في الدوشه، عادي وسط العيال بقى وبتاع عادي. طب ما تحكي لنا شويه على يعني ذكريات مع الاغاني. يعني قصاد عيني قلت لنا ان كان في قصه ان هي مراتك موجودة في مكان بعيد اللي هو السويس. وفي الاخر انا احكي لك حاجة جامدة جدا على اغنية قبل الوداع. طبعا لما نزلت يعني الواحد يعني كان لسه بقى ايه يعني بيركب مواصلات وكده، فاهم ازاي؟ فطبعا ايه كانت غنوتي شغالة تمام، وانا قاعد في ميكروباص ورا خالص، عارف انت اللي هو الاربعة ورا الرابع جنب اخوه. انا قاعد جنب الشباك. ايوه. اوكي. وبعدين واقفين في الاشارة وعربية حمراء جنبي فيها بنت زي القمر مشغلة قبل الوداع على الاخر. ايوه. وبتغني معاها ومتضايقة. ومتضايقه جدا، بتقطع شرايين. فانا بقى يا جماعه دي غنوتي. فروحت قال لها على فكره دي كلماتي. بصيت لي كده ومشيت. فعايز اقول لها دلوقتي على فكره انا كنت فعلا اللي كاتب الاغنيه دي. والله العظيم انا يا صديق يا صاحبه العربيه الحمراء. دايما بتحصل مواقف كده غريبه في فكره انه مش معروف مثلا، يعني ممكن تبقى قاعد في مكان كده عام في كافيه، يعني فاكرين مثلا الشعر ده بيطير او حاجه، عادي جدا ان الواحد بيشتري كل حاجه. في كافيه في حد يقول لك الاغنيه دي حلوه جدا. طبعا ممكن تسمع النقد على اغنيه جدا برضه. بتفتكر حاجه زي كده؟ لا لا عادي، الموضوع يعني الواحد يعني بيتقبل حاجه ما يعني حصلت ببساطه يعني. لا لا ما فيش تقريبا. طيب كمان على الهاشتاج الصبح بليل من على تويتر، في كمان هتقرا ولا هتقرا مع تويتر ولا هتحمل الراديو؟ لا